أنا محمد، نص لبناني ونص سوري. حبيت شاب سهر بسوريا، من وقتها حبيته وكتير، إنه مشاعري كانت حلوة ناحو واتجاهه. أنا ناوي أتزوجه وحاب أتزوجه ونكمل علاقتنا سوا، أهلي موافقين وكل، إنه ما عندي مانع. أنا غايس حبيبه لمحمد، واسمي الجديد جينيفر. أكيد أهله رح يباركولنا زواجنا وكل شي رح يكون منيح إذا الله رب. إنك تتقبلي أشخاص اللي هني هوموسيكسويال، هذا بيساعدهم على إنه يقدروا يعيشوا حياتهم بطريقة رايقة، أقل ضرر، أقل قلق. ليه الأشخاص اللي هني هوموسيكسويال أو جاي بيدعوا اليوم؟ محمد وغايث ربما ليسا المثليين الوحيدين اللذين يصرحا عن علاقتهما أو حتى قرارهما الزواج في العالم العربي، لكن لربما كانا الأكثر جرأة في مواجهة مجتمعهما والدعوة إلى سن قانون زواج للمثليين وإصرارهما على تطبيقه في بلادهما. بالنسبة لحمودي كتير بيغار علي وما بيخليني أظهر ولا أحمل تليفون، حتى أنه ظهرات وسهرات وهيك ما بيخليني أظهر لوحدي إلا تما يكون هو معي. بدي إنه قانون الزواج إنه من كتر الغيرة، إنه هلأ ظهراته ممنوع يطلع، فوتاته محاكي مع الشباب، هيك بدي أضمن حقي يعني. أنا عشان هيك عم مطلب بين المجتمع العربي زواج المثليين. مستقبلا إن شاء الله هنبني من أسرة، بهالقصة أكيد لح إنه نحن ما حنقدر نجيب أولاد، لح نتبنى ولد. ولذلك أنتم اليوم عزيزي تطلقون رصاصة الرحمة على معركتنا من أجل الحرية، لأنكم تبدأون تضعون العرب أمام الجيال وتقولون بالزواج. في نقطتين بدي أقول لك إياهم بس بنقطتين باختصار لو سمحت. حضرتك اعترضت على مسألة العلاج، بس جينيفر طالبة إنه هي تعمل عملية للثديين وطالبة إنه تتعيط لها جينيفر، مش هيك؟ سألت إذا في إحساس داخلي. لحظة، أنا ما سألت إنه بدي أعالج المثليين، أنا سألت إنه شخص مثلي مسمى حاله اسم بنت وطالب لا ما اعتبرت أنوثي مرض، اعتبرت عنده حاجة أن يكون امرأة. أنا معني بمعركة الحريات في لبنان، الحرية تقتضي أن لا نتدخل في شؤون راشدين اختارا ما يريدين، اختارا السلوك الجنسي. يعني لهم حرية طلب الزواج، بتحس بميل للنساء. شخص بحبه صار لي 4 سنين ونص ومتعلق فيه وبغار عليه وبموت عليه وهي عم بحكي على الكاميرا وأنا بدي شيء اثبت شخصيتي أنا وياه، وإذا بيوافق يا شيخ اكتب لنا كتابنا، أنا موافق هلا. دينك يرفض هذا الشيء. أنا أدعوك إلى التوبة إلى الله عز وجل، أدعوك إلى التوبة إلى دينك وضميرك وعقلك. هو يقول لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء، إلى الحق وإلى الفضيلة. شيخنا أنت لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء، وأنا أذكرك أذكر إنما أنت مذكر بأن فعلك هذا فعل. بس بدي أعرف إذا أهلك هلا شافوك هن موافقين على هذا الشيء؟ هيدي حريتي أنا، هيدي حياتي أنا، مش حياة أهلي، صح ولا لا؟ هيدي حريتي أنا وياه، نحن اخترنا هيدا السوق بدنا نكفيه. بس كفي ومعلي ما فينا ننطر، ما فينا ننطر لبعدين. هذا بالمنظور الشرعي الإسلامي وغير الإسلامي، هؤلاء لهم عقاب، هؤلاء لا يتركوا هكذا في المجتمع، بس هكذا هملاً وكذا يفعل ما يشاء وما يريد أن يزل الإنسان بأمه أو بخالته. بالعقوبة الدينية تصل إلى 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 درجة القتل. القتل تصل الى درجه معناته انت داعش واحد سيدي. تماما انت مريض شيخنا، معناته مفكر كل لا يعالج. هذه الفئه التي احضرتموها هذه فئه خارجه عن العقلانيه والاخلاق. بس منك هين قادر تواجه ثلاثه مثل عنتره بن شداد، اسم الله عليك. لا انا ما بعرف يعني الشخص عم هلا نحن ما بدنا غير شيء، بس نحن طالعين نعلن زواجنا، طالعين بس نعلن زواجنا. وبدنا نبلش نكتب كتابنا. بدي اطلب ايدك تتجوزني؟